السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنا الدكتورة منى محمد عيسى، طبيبة بالمملكة العربية السعودية، أخت المرحوم سامح محمد عيسى، أستغيث بالسيد رئيس الجمهورية السيد عبد الفتاح السيسي، وأستغيث بالسيد وزير العدل، وأستغيث بالمحامي العام، وأستغيث المحامي العام لنيابة أسيوط بالتحقيق في قضية مقتل أخي سامح محمد عيسى رئيس جمعية تنمية المجتمع، وقد تمت الجريمة في 16/12/2021 في بنعاد القبلية التابعة لمركز بنقلوط التابعة لمحافظة أسيوط، حيث عثر على رئيس جمعية تنمية المجتمع مقتولا بعدة طعنات في الرقبة. هذه الجمعية أعدت لمساعدة الفقراء وتقديم المساعدات العلاجية المجانية للفقراء والمساكين، وقد عثرت الشرطة على القاتلة وهي ربة منزل مترددة على الجمعية لأخذ المساعدات العلاجية لابنها والدروس الخصوصية، وبمواجهتها اعترفت بالقتل واعترفت بأنها حاملة سكينة من المنزل، وادعت على أخويا بالتحرش وأخذت حكم 3 سنوات، وفي هذا الحكم والادعاء تم تنطيل سمعة أخي وسمعة الأسرة الكريمة المعروفة بالتقوى والعمل الصالح بشهادة أهل القرية. وهل يعقل إن واحدة ست تقتل راجل 7 طعنات في الرقبة؟ لوحدة هل يعقل بهذا؟ وبعد مرور 5 شهور من القتل وبعد مرور 5 شهور من القتل ظهرت الحقائق الآتية: أنه من قام بالقتل 4 رجال باشتراك مع القاتلة، وقاموا بالتدبير والتخطيط للقتل والمراقبة، وقاموا بتخديره وسرقة مبلغ مالي كبير أعده لحفظة القرآن الكريم، أداشت كل المسؤولية بالنظر في الأدلة الجديدة والأخذ بها لإحقاق الحق ورجوع حق ميت. أنا مش هرجع أخوي بعد الموت، أنا مش هرجعه تاني، أنا مش هرجعه تاني، بس على أجل أرد له حقه، أرد له شرفه واسمه اللي خسره، أرد لعياله الأربع اللي سابهم حق أبوه. يرضيكم إن قتل أهلهم وبعضهم من أصدقائه المقربين، يرضيكم إن بعضهم من أصدقائه قاعدين وسطينا بيراقبونا وياخدوا كل تحركاتنا وهم قاتلينه، يرضيكم تسيبوا حقه، يرضيكم تسيبوا حق الأربع اليتامى، ده كان متطوع من الجماهير ما بياخدش حاجة، بيعمل لله، بيعمل لله، وربنا يهدينا، ربنا يوجبكم ويوجبكم لو ساعدته، ربنا يوجبكم معانا لو ساعدته. أرجوكم خذوا من الأدلة، أرجوكم افتحوا فتحة دياجيك، أرجوكم يا رب توجهنا ليك، وربنا ربنا إن شاء الله، ربنا إن شاء الله يرجع له حقه ويظهر الحق، ربنا يرجع له حقه ويظهر الحق، حق المظلوم المقتول، حق المظلوم المقتول المغدور به، حق المظلوم المقتول المغدور به، يا رب يا رب كادر، يا رب كادر. السلام عليكم ورحمة الله.